أهلا وسهلا مشاهدينا إلى أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم مع صحيفة الوطن. حماية المستهلك قطع الإنترنت مخالف للقانون. السيادي يقرع جرس انطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية. 4 تنسيقيات من لجان مقاومة الخرطوم ترفض دعوة للقاء الآلية الثلاثية. المواصفات تشدد النظام المتري وتحذر المخالفين. في داخل الصحيفة، العثور على جثامين المعدنين السودانيين وعضو بالسيادي يشيد بدور السلطات الموريتانية. والي الخرطوم يتفقد محطة مياه بيت المال ويؤكد الدعم لها. في اقتصاد الوطن، اقتصاد فاتورة الغذاء العالمية يرتفع عند سقف قياسي جديد. الطاقة والنفط تحتفل باليوم العالمي للبيئة. شيء للوطن في عمود لصلاح غريبة، كلمة آسف وسمو النفس. في فنية الوطن، القلعة والدولي بمهرجان التراث القومي. ننتقل إلى صحيفة السوداني. الآلية الثلاثية تلتقي المجلس المركزي وتعلق حوار روتانا لأجل غير مسمى. في أخبار السوداني، وزير الصحة يزور الشمالية ويتفقد المرافق العلاجية. وأيضا حميتي يطلع على توصيات مؤتمر ولاد دارفور. البعث يطالب بفترة تأسيس انتقالي لمدة عام واستئناف عمل إزالة التمكين. في السوداني، مال وأعمال، مزارعو جزيرة يشكون من تكلفة ترحيل القمح. وزيادة متباينة في السكر والأرز بالأسواق. في كوكتيل، سؤال في امتحان التربية الإسلامية بالشهادة السودانية يثير جدلا على منصات التواصل الاجتماعي. والأمير ويليام يبيع مجلة خاصة بالمشردين في شوارع لندن. صحيفة الوفاق، تعليق استئناف حوار الثلاثية لأجل غير مسمى. تحالف المستقلين السودانيين الأحرار يهاجم الآلية ويدعو لإشراكهم في الحوار. في داخل الصحيفة، سفير خادم الحرمين الشريفين العلاقات مع السودان. ووالي كسل المكلف يدشن مبادرة جهاز المخابرات لترحيل الطلاب. في منوعات الوفاق، في أمسية محبة مصرية إماراتية عربية رائعة، تدشين كتاب الإمارات ومصر سيرة حب للإمارات الجوكر. تطوير التعاون النفطي بين السودان وجنوب السودان.
الصوبات فرص واسعة لزيادة حجم التبادلات التجارية بين السودان والجزائر. والي جنوب دارفور يزور رئاسة المواصفات. صحيفة الأهرام اليوم، عودة مفاجئة لرئيس الوزراء الأسبق محمد طاهر إيلا. الحرية والتغيير تقوم بكشف عن ضغوط إقليمية ودولية تمارس عليهم للمشاركة في اجتماعات الآلية. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية بدءا بالتربية الإسلامية والمسيحية. قيادي بالعدل والمساواة، سياسات جبريل الاقتصادية تعبر عن سياسة الدولة. بحضور مميز للسودان، حضور ثقافي مميز للسودان بمهرجان بالهند. رغم أنه ليس محرما زواج المصالح، عادة ما ينتهي بزوال الغرض ليحول الرباط المقدس إلى مأساة. ننتقل إلى صحيفة الصيحة. الثلاثية تعلق الحوار المباشر. حميتي يبحث مع حكومة إقليم دارفور القضايا الشائكة. قيادي بالتغيير يقوم بكشف معلومات جديدة بشأن اجتماع كافوري. حيدر الصافي للصيحة، لا أستبعد الاستقرار السياسي. ترشيح سيدة أعمال لرئاسة الوزراء. عمود لنجدة بشارة، اجتماع التغيير والعسكري يربك الساحة ويقسم أو يقسم المعارضة. وأيضا تقرير لجمعة عبد الله، إحفاء ديون السودان نقطة الصفر على الأبواب. صحيفة أخبار اليوم، الحزب الشيوعي يتهم قوى الحرية والتغيير بالبحث عن مصالحها. عبد الباقي يثمن جهود موريتانيا بشأن جثامين المعدنين المفقودين. ذهاب وإياب لمعاذ محمد فريحة، رجل الدولة الطيب. أيضا في داخل أخبار اليوم، لصلاح جلال الرأي اليوم، اللقاء الذي جمع قوى الحرية والتغيير وقيادة القوات المسلحة. تراجع سعر الريال والدولار وتصدير مواشٍ إلى السعودية وسلطنة عمان. متابعة طيبة للجميع.